كنبداو مع 12 نهار هنايا من 12 نهار حتى ل 11 الليل كتبدا كتقرب للناس والحمد لله هذا العام حتى شي واحد ما خسر عليه شي حاجه. كلشي هو هذا، كلشي داز داك الشيء ما عندنا ما نقول، داك الشيء داز زوين، داز الناس كاع الناس حالين خدامين، داك الشيء داز بخير وعلى خير. يعني كاين داك الشيء هو هذا، كاين اللي كترقم ليه، كاين اللي تيبقى معاك تا كان تيدي ديالو، داك الشيء بالنوبه. اللي سابق هو اللي تيقضي الغرض، تتسبق اللي سابق. مثلا جاب بهمته حطها، تيجي الاخر حتى هو تيحط البهيمه، تيبقى مع داك الشيء حتى هو انت كتكمل ليه داك الشيء ديالو. هكا غادي المسيره حتى كتكمل الناس كاملين. بالك صح من الطاقه كيفاش ديروا التقطاع؟ تقطع كل شيء، كاين اللي كيدير الطريف كتدير ليه الملج بوحدو، الضلعه بوحدها، الكوتليت بوحدو، القرده ديالو بوحدو، العنقره ديالو بوحدو، كل حاجه كديرها ليه بوحدها. بحال اللي مشيتي تقطع عندك الزرع عادي، بغيتي تدير كوتليت بحال هكا، انت بحال هذا ملج هو مقاد هكا، بحال هذا هاي القرده مقاده، بحال هذا دابا داير القديد، القديد ديالو كيدير هذا كل واحد وكيفاش الطريقه ديالو كيفاش كل واش تيبغي. كاين اللي ما كيديرش القديد، كاين اللي تيقول لك دير لي القديد تيديرو. كل واش الناس مختلفين، ماشي بحال بحال. كتسقى على جوج وكتبدا خدام، الكتف بوحدو، الكوتليت بوحدو، الهبره بوحدها، العنقره بوحدها، كل حاجه بوحدها ديالها، اللحم ديال الطاجين بوحدو. يعني كل حاجه كتعطيها الحساب ديالها فين غاديه، ما يمكنش غتقول لي لا. اللي قال الزبون انك الكليان داك الشيء اللي بغى كتصاوبوا ليه، ما يمكنش تقول لي لا. كاين اللي كل واحد شي يقول لك، كاع الناس كاملين دوك اللي كيجيو كلهم عندهم الري ديالهم مختلف، كله تيقول لك ري واش بغى. هذا تيقول لك دير لي هادي، هذا تيقول لي دير لي، كاين اللي تيقول لك قرد لي كل شيء عادي. ايه قرد وبالك، ما ماشي بالضروره تيكونوا كلهم بحال بحال، كل واحد شي يقول لك. تقريبا كل سكيده تريح فيها ربع ساعه ديالها، ربع ساعه ديالها كتقردها. مع دابا مع هاد لاماشين اللي ولات دابا مع المنشار وداك الشيء، تيسهل عليك شويه الماموريه، ماشي بحال كانت المقده، المقده كتطلب لك الوقت شويه. هاد المنشار كان بحال الرجيكو، طق 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 كضربو بالزربه كيدوز ساق. لا يقدر يدي الضحيه ديالو وتيقاده وتيحيد من ذاك اللحم اللي بيحيد منه، ويقدر يرد يقول لك صاوب ليا كفته، هادي تيديروها الناس. اما باش يقول لك تقرت ليه وتقول خسر ليا، ما يمكنش، حتى حنا خدمتنا هي هادي. يعني انت كزارع خدمتك راه هي هادي، ما يمكنش غتخسر ليه، ولو كونوا كاع هو ما عارفش، ما يمكنش تخسر ليه انت. كتقاد ليه داك الشيء ديالو. يعني كيفاش تديروا انتم مع الضغط هذا ديالك؟ ضروري كاين الضغط، الضغط بالزهد كاع. يعني توصل ديك الثمانيه العشيه ولا التسعه العشيه ما باقيش كتقدر كاع تكمل، ولكن ما يمكنش تخلي الكليان، حيت الا بغيت تبع انت راسك واحد اخر بيخسر لي ديك البهيمه ديالو. كاين مجهود يعني؟ كاين مجهود، ومجهود عضلي، عضلي بالزهد كاع، ماشي شويه. نعم. يعني وشحال تقريبا الاثمنه ديال الدكراد واش تزاد بحال السنه؟ لا الاثمنه دابا كل واحد وجهه. كاين اللي كيجي كيعطيك 100 درهم، كاين اللي كيعطيك 50 درهم، كاين اللي كيعطيك 70 درهم. يعني حنا هنايا ما كنتاواوش. هذه اول حاجه دايرينا اجر لله تعالى، هذه الاول. ثاني كل واحد اش كيعطيك، كاين اللي كتقرد لي جوج خرفان تيعطيك 200 درهم، كاين اللي تيعطيك 100 درهم، كاين اللي تيعطيك 600 بحال الناس الفقراء ديال الحومه ديال هنايا، كاين اللي كيعطيك 30 درهم، كاين اللي تيقول لك ما عنديش كاع يقرد ليا. يعني ما يمكنلكش انت غدير ثمن واحد، كاينين بلايص اخرين، بلايص اخرين دايرين تيدير الطريفه، تيعلق الطريفه. حنا انت كتشوف ما معلق لا طريفه لا والو، حنا كتقول بحال كتقول حنا ولاد باب الله، اللي جا لشي حاجه تيقضيها وتيتم غادي في حالاته. الله يقضيها الله، حاجة الله يقضيها الله. ضروري ضروري الحراره هذه الايامات كانت سخون بزاف مرات، ايه سخون، كاينه 46 الحراره، ضروري خصك تزرب. الا ما زربتيش هذاك اللحم راه غيمشي في حالاته، غيخسر. احسن يجيو عندك الزر، الا جا عندك الزر غيقاد لي هذاك الشيء، كل حاجه غيعطي لها حسابها.
اما اللي بيقرد في الدار بيقرد داكشي عشوائي وبيتكرفس على داكشي حيت دابا الجزار راه يضرب ضربه كيضرب ضربه وحده هذا خصو يضرب 6 ضربات ولا 7 ضربات عاد يقطع داكشي ديالو على هاد الناس كيجيو دابا عند الجزار راه فيهم ما يقردوا حتى هما في الديور ديالهم ولكن ما يمكنش غيعنفش هذاكشي ما غيقرش بحال الجزار واحد العام كله المهنه ديالو هو جزار وبيقرد واحد بحاله غا ما يمكنش غيقرد بحاله هادشي بطبيعه الحال شكرا لك يا شريف شكرا